السلام عليكم. حياك الله ابو خالد. حياكم الله والساعة المباركة. أهل الكويت متميزين في كل شيء. بداية أهل الكويت كان حيمية قليلة. والأساس مونة الأدبس. الأسماء مسعود بيشتري. التطوير مو تطوير إنك تشتري فحل وتشتري العجل. مثل ما تقول بيور كام. زين ما لاحظناهم بالفترة الأخيرة إنه مو قاعد يشاركون بالبطولة. تراعي أهل الحلال. الكويت يا رب لك الحمد فيها أبيار حتى في الصحراء. مختصين في النعجة هذه اللي هم الإخوان عنزة الشباب وأنا منهم ها يعني ما نشاهد الهواية ثنتين من 300 إلى 3000 بالكويت شادين نفسنا وقاعد نربي حلال خسرانين من بعد 80 ما عاد فيه سحرة